يعني ايه يا اخويا العمليه باظت؟ اكيد في حد ودع الرجاله يا معلم. وعدنا سودة ومهببه لما الخرتيش يعرف، واللي فتح حنكه وبغبغ بالكلام الخرتيت هيقطعه ويطفح جدته لسمك البحر. المهم الرجاله اللي اتمسكوا اخدوهم ايه؟ رقبتهم فداك يا سيدي المعلمين. تقوم بالواجب وزياده حبتين في كل بيت من بيوتهم، وما تخليش نسوانهم يحسوا ان رجالتهم بعيد عنهم. ارنب كان بيتنطط حوالينا بخير وعافيه، اصطادوه ولاد الابلسه. ازيك يا رجالة؟ الحمد لله يا حاج. صباح الخير يا خير. خير بإذن الله. الشغل ماشي عادل؟ كله لسه بنفسك يا حاج. كلها ساعتين ونخلصه. لو عشت حاجة بكلمني في التليفون في المكتب. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نورت يا حاج. يلا يا حبيبي انت هو خلص. ما هو ساب الشغل ومشي يا حاج سلطان من غير ما نديله الاوكي. يا حاج جاني تليفون قالوا لي مراتي جالها الطلق، جريت على ملا وشي، لكن الحمد لله جابت لي ولي العهد. مبروك يا فاري. الله يبارك فيك يا حاج. خد ادي يوميتك وادي حلاوه المولود. يا جابر. ايوه حاج. سيبه يروح عقبال فرحك. تعيش يا حاج. ربنا يزيدك من نعمه ويوسعها في وشك يا حاج سلطان. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. ادخل. صباح الخير يا حاج سلطان. هلا عم مدبول اتفضل. والله لو سمحت تظهر لنا الشيكات دي عشان نبعتها البنك. أنا مش عارف من غيرك يا راجل عجوز، كنت أعمل إيه في حسابات الشغل؟ الله يا فندم ربنا يقوينا ويعيننا على مراعية أكل عيشنا. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حرمًا يا حاج. جمعًا إن شاء الله. الله. أنا فاضي يا حاج، ومحدش هيفك دي الفلان. قول يا رب. قول على الله، إرسالية الفراخ هتوصل الجمعة دي على المركب، والمخازن عندي على الآخر، وطمعان في كرم. أمال اللي كنت بتشاون وتخزن عندهم؟ أنت الأصل يا حاج، ولولا عشان جيت ما كنتش جيت من هنايا، والثلاجات عندك 100 فل قوي. هبعتك راجل من رجالتي تديله بونص الشحن. ربنا يعمق بيتك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام كده. صباح الفل يا عبدولة. اهلا. صباح الفل يا عريس. ايه اللي جابك من المخزن دلوقتي؟ تاني خلصت وكنا هنطلع على هناك. ما هنروحوا سوا. اصل الحاج سلطان عاوزك ضروري، وفي سكتنا بقى نطل على ورده نشقره عليها. ماشي يا عريس. اوكي. قشط عليك. قلت هترجعيه يعني هترجعيه وغصب عنك كمان. يا نهار ابوك اسود ونيل، انت بتعلي صوتك عليا يا ولد. لو كنت راجل كنت كسرت دماغك وقطعت لسانك زي الفرقله ده. انا يا واد لساني زي الفرقله؟ ايوه. طب والمرسى والعباس؟ الله 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 الله. ايه يا ست مجنونه؟ ايه يا ست يا عادي مجنونه؟ ايه اللي حرامي؟ ايه يا حاج؟ ايه يا عبد الله؟ يا عم يا عم. ايه ده؟ الله. ايه ايه؟ خلاص يا ورده. المرسى والعباس عندك ده كده يا ورده؟ ما يصحش كده. تجيبني
انت كنت فين من امبارح؟ وحشتني. مش وقته ده ولا مكانه يا وردة، ما تجننيش. حكايته ايه يا فندي ده؟ ايوه فكرتني، هو راح فين النادي ده؟ بس يا وردة بقى، ماشي انا واقف. اصل انت ما انتش عارف ايه الحكايه. الراجل ده اشترى مني راديو من 3 ايام. اه حلو حلو كويس قوي. النهارده استلمته جاي يرجعه، اصل انا بقى فاتحاها سبيه. هتلاقيه خلص صوت العرب بحاله ونص البرنامج العام. يا فندي انا قلت ارجعه واسيب معاه. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا انت دفعت كام يا رايس؟ 18 جنيه يا عم. اتفضل. انا عجيب قوي. ادي 18 جنيه اهو. مبسوط؟ حصل خير يا عم، تشكر قوي. ساتر يا رب. مع السلامة يا رايس. يلا. بالراحة على زباينك شوية يا رايس. تعرف انا اللي ما عملتش مع الاشكال دي كده؟ يفتكروني بنت هفية ويلعبوا بيا الكرة في السوق. انت سبت الناس كلها يا ورد. ايوه ده ستين يا ورد. نسيتك ايه؟ عادي مستنيني بره على الامه. ده كلام يا سي جابر، مش واجب برضه نعزمه يشرب حاجة؟ ما هو عادل مش غريب يا وردة. طب بنقول لك إيه؟ إيه؟ ما تنساش تفوت عليا بعد الشغل عشان نروح أنا وأبويا نكمل بيت الشوار. أنا نقدر ننسى، هنفوتوا عليكي بعد الشغل. سلام. سلام. سلام يا بتاع الحنان. يلا يا أخويا، يلا يا أخويا ركملك هتتأهل. يلا يا أخويا. خد يا راجل طيب عشان تشبرق بنتك ورده في ليله فرحها. خد. ده كتير قوي يا حاج. ده خير ربنا هو اللي كتير، ده قال لي واجب نعمله معاك. ادخل. السلام عليكم. عوقت ليه يا عادل؟ السكه زحمه قوي. امال فين جابر؟ راح المخزن. خير يا حاج سلطان على الاتين؟ باذنكم يا حاج. اذنك معاك. اتفضل يا مقبول. خير يا خيال قلقتني؟ انت حاجز بضاعه المعلم برع ليه؟ اصله انضرب في السوق وما دفعش اجره المخزن، قول لي انا احجزه بيها بضاعه. دي مش اصول شغل معلمين كبار في السوق يا عادل. البضاعه دي توصل لصاحبها بسرعه، ولما ربنا يكرمه يبقى يدفع. امرك يا خال. تخطف رجلك المعلم ابو العيله هيسلمك بوال الشحن لزوم ارساليه فراخ جايه عن مركب اليوناني، هتطلع الرصيف يوم الجمعه في الفجريه. تشد ورديه رجاله من عندنا وتشونوها في الثلاجات بتاعتنا. ايوه يا خال، بس جابر هو اللي بيفهم في امور التخليص، وهو اللي بيعرف يتفاهم مع الرجاله هناك، وهو فرح يوم الخميس على ورده. جابر الراجل بتاع الشغل وانت تسلك امورك معاه. ماشي يا خال، اللي تامر بيه، ما الفجريه هنكون هناك. على الخد نرجسه والشفه ملبسه، على الخد نرجسه والشفه ملبسه، يا الف وميت تحيه وميت مليون مسا، على عيونك يا حلوه بهديئك بعمسه، يا الف وميت تحيه وميت مليون مسا، على عيونك يا حلوه بهديئك بعمسه، يا ميت مليون مسا، يا ميت مليون مسا. الخد نرجسه والشفه ملبسه، الخد نرجسه يا الف وميت تحية وميت مليون مثال، على عيونك يا حلوة بديئك دعمتها، يا ميت مليون مثال، يا ميت مليون مثال. جدايل جدايل شعرك اللي مايل ويطوح ورا، يناجل بدر بدرك ويتوه نوره في سحرك طول ما انت منورة. جدايل جدايل شعرك اللي مايل ويطوح ورا، يناجل بدر بدرك ويتوه نوره في سحرك طول ما انت منورة. يا مرم الشجرايا وعالخدود دلايا، يا مرم الشجرايا وعالخدود دلايا، في الرايحة أو في الجاية بهدي أجدع مسا، يا ميت مليون مسا، يا ميت مليون مسا. أخدت نرجسة والشفة ملبسة،
حلوة بديك تعمشة يا بنت اليوم نسا يا بنت اليوم نسا بعد القصر بشوية والشمس متحنية ولون السما وردي القلب كان نايم أما الخيال هايم ياخد معه ويدي بعد القصر بشوية والشمس متحنية ولون السما وردي القلب كان نايم أما الخيال هايم ياخد معه ويدي ومشي يا بنتي تهدى وناري من أدى ومشي يا بنتي تهدى وناري من أدى قلبي يا منادى وقال يا ميت نسى يا ميت مليون نسى يا ميت مليون نسى أسرت للجسى وشفت من الفتى أسرت للجسى وشفت من الفتى بس هذا هو سلام لسيد المعلمين يا جدع مبروك يا ست العرايس الله يبارك فيك يا معلم مبروك يا عريس لجيتك الليله تسوى عند الدنيا بحالها يا حاج وانا هنيجي نعز منك يا راجل تشكر يا حاج سلطان جابر ده راجل يا زين ما اخترت بنتك الحاج سلطان الحاج سلطان والليله والليله والعروسه والعروسه والعريس والعريس وانا وانا وانت وانت رقصت يا تمام يا خال جابر وافق طبعا يا خال وزنا التخليص في جيبه وقال ان طلبات الحاج سلطان اوامر على الله ما تروحش عليه نوم انت بترن على ايه بس هي دي ليله الواحد ينام فيها ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج ما هو سلطان ده ما عندوش نظر ولا دم في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتها عيب يا ورد الحاج سلطان ملوش ذنب برضه هو عايز مصلحته اللي طق يطق ده راجل افضله علينا عليك لوحدك يا حبيبي وكمان بقى انت ما بتشحتش منه انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش بقى عليه ماني عارف يا ورده هينزل دلوقتي بقول حاضر وايوه دجل ما يبقى لي كلمه في السوق ونبقى سيد المعلمين بعد كده تقوم تسيبني نهار صباحيتي طب اللي هيجوا يباركولي نقول لهم ايه دلوقتي قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع لازم ده كلام يا جابر هنأجزه اسبوع بحاله وليكي عليا مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني انا يزهق منك ده انت روحي دي جلاوتك عندي بالدنيا كلها لما ترجع ايوه يلا جابر خلص انت الاوراق وانا هنسبعك على المخزن وجب المعلم ابو العين لقوه فين عشان يدفع رسوم احنا هنتسعوها وبعدين يبقى نحاسب اوكي ايوه حاجه تاني مع السلامه الله يسلمك We'll be right back.
مال معاك صلاح. رزقك يا والدك. يلا رجاله يلا رجاله انا اديكم عالم. عفريت انا يا ريس. ماشي 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 يا ريس. وفوق كده انا وانت متربيين سوا وطلعوا بينا اصحاب. ربنا يعلم اني بنحبك قد ايه يا جبور. وانا بالحق المعلم سايبك ال 500 جنيه دول، بيقول لك شبرق بيهم ورده في الاسبوع اللي هتحجزه. ما اللي بدك كفايه يا راجل. ما تقولش كده امسك. خلي والله امسك. يلا بقى احسن زمان العروسه ايه بتدعي علينا. اه بقول لك ايه، مش مروح؟ ولما انا وانت نروح مين اللي يقبض الرجاله دي؟ عندك حق. طيب سلام. شد حيلك يا عريس. صباح الفل يا وردة. ما لسه بادية يا سجادة. قلبك أبيض يا جميل. أوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوة. أه. بلا حلاوة بلا جبنة، ما تربوا أمال يا جميل. لا. خدي، شيلي لنا دول واعملي لنا دول أنا أكلهم. إيه دول؟ فراخ. أنا بنتكلموا على دول. 500 جنيه، الحاج سلطان إداهم لي. اللي أنتِ قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر، قال لي شبرق بيهم عروستك وردة. وديهم لك بنفس ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا بعتهم لي مع عادل. نبي سعادل ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سي عادل؟ ايوه احنا هنغير ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل. هنغير على مين؟ اوعى كده. ومال ناكل الفراخ الاول. مش هنعملوا حاجه. خلاص يا ستي يعني هنعملوها، بس وحياتك ايه قشر لنا بصلتين وحط الميه على النار عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجه.
ليه يعمل كده؟ عايز يودينا كلنا الحديد ولا ايه؟ الو ايوه يا جابر يا حاج سلطان في مصيبه حصلت ولازم تيجي دلوقتي حالا ادي بنكلموك من نخله خير في ايه الفراخ لما تيجي هتعرف كل حاجه جاي لك حالا ايوه يا عادل ادي بنكلمك من المخزن ايوه المخزن مفيش وقت اسمعني انت الفراخ في مصيبه حصلت هتودينا كلنا في حديد تعال بسرعه جابر ضرب لي تليفون ومن المخزن وقال ان في حاجه مهمه حصلت وانا كمان اتصل بيا وقال لي الكلام ده ايه الحكايه مش عارف مش معاك مفتاح المخزن ايوه والباب العنايه مقفول بالقفل زي ما انت شفت ايوه الخال بس ده قال انه بيتكلم في التليفون ومن المخزن هنا يعني هيكون راح فين مرينا يا ترى ايه اللي حصل ربنا يستر اجاب طب والمرسي ابو العباس ما هنفتحولك وهنسيبوك تنام على الباب انا قلت مش هنفتحولك يعني مش هنفتحولك اما نشوف بقى هتعمل ايه افتح يا ورد انا عادل عادل يا دي الكسوف فين جابر يا ورد معرفش بعد ما رجع من الشغل قعد يا دوب 10 دقايق وخرج زي المجنون وقال لي انه راجع على طول غريب غريبة يا اخويا وقعت قلبي في ايه يا سعادة الله ما تخافيش يا ورد زمانه جاي ساقي عليك النبي يا اخويا تقول لي ايه اللي حصل هو انا لو نعرف اللي حصل كنت جيت سالت عليه على مين طمني انا هندور عليه لا وانا هيجي لي قلبي نقعد من غير ما نعرفه ايه اللي حصل لجابر رجلي على رجلك استنى
خرج الساعة كام تقريبا؟ من امبارح الظهر يا بيه، ليلة صباحيتي. صباحيتي؟ يعني كبير. أنا فكرتك جاي بلغة عن عيل صغير. عيل صغير؟ ده جوزي يا بيه، هو جه الظهر قعد شوية وخرج زي المجنون. ما يمكن يتخانق معاك. يتخانق معايا ده إيه؟ بقول لك يوم صباحيتي يا بيه. طب هدي نفسك شوية. اديني اسمه وسنه وعنوانه. جابر إبراهيم الشرقاوي. مشكوك يا حاج السلطان. الشكر لله يا ابو العيله. مع السلامه وربنا معاك. الله يسلمك يا حاج. مع السلامه. ولا معلم اي طلبات؟ بشكر يا عدنون. كله تمام يا خالي. تمام. يلا في المخزن وقبة الرجاله على ما تصلي العصر في السنوات. حرقه مقدمه يا خالي. صبر وقت مسكينة ما لحقتش تستنى بعرسها. هي فين عشان ناخده بخطرها؟ ورد تعالي يا بنتي. بنعزي نفسي. جابر كمان عز رجالتي. وعهد عليا مرتبه هيصرف لي كل شهر كانه عايش وسطيهم. تشكر يا حاج. انا يا معلم اذا كنت وافقت ابويا على العزا مش معنى كده ان ناري هديت. لا. انا ناري مش هتهدى. ولا يهنى لي بال. الا ما نعرفوا مين اللي قتل جابر. ساعتها بس هنقبلوا العزا. عاوزك تجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا بيه. جوزك قصدي المرحوم ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ أيام إيه يا بيه؟ أيام إيه؟ هو أنا لحقت؟ ده أنا جوزك خطف مني نهار صباحيتي يا بيه. يا بيه أنا مستعدة نعمله أي حاجة تطلبوها مني بس تمسكوا اللي قتلوه. أنت عارفة جوزك كان بيشتغل إيه؟ في المينا يا بيه مع سلطان ابو خميس وكل الناس عارفه كده. واللي ما يعرفهوش الناس. تقصد ايه يا بيه؟ الانبوبتين دول لقيناهم في هدوم جابر. جابر كان بيتاجر في المخدرات. كان راجل جدع بتاع شغل بس الشيطان شاطر. اكيد حد وزعه على سكه الحرام. ايه اللي يخلي واحد يسيب مراته تاني يوم جوازه وينزل الشغل؟ اكل العيش. اصل المعلم ابو العيلة قصدني بطلبيه فراخ مخزنوها عندي. ربك والحق انا كنت رافض الاول. اصل سمعته مش ولا بد. انما انا والحمد لله ما نقبلوش القرش الحرام. يا ريت الناس كلها زيك يا حاج سلطان. من اصلك يا محمود بيه. والفراخ لسه عندك؟ لا في المجال. فين؟ اصل المعلم ابو العيلة استلمها من يومين ونزلها السوق. وسعادتك عارف الحاجات دي ما بتونش في بيعها. يعني زمانها اتاكلت واتهضمت ويعني اخر مره كنت فيها مع جابر كانت امتى؟ لما كنا بنخزنوا البضاعه. انا ما كان ليش صاحب غير جابر. ما قطعش في حد غير انا. يبقى كنت عارف انه بيتاجر في المخدرات. جابر عمره ما حط الحاجات دي في حالك. ده ما يمنعش انه بيتاجر فيها. جابر اتقتل جدر يا سعادل. دي حكاية حصل. بقى جابر يموت مقتول. جابر. ومش بس كده. دول لزقوا له تهمة تخلي اسمه في الوحل. وتخليني عايشة طول عمري حتى راسي في التراب. معاش ولا كان يا وردة.
جابر مات مظلوم وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. كنت ببقى عارفه كم نفس داخل صدره وكم نفس طالع منه، هيعيش طول عمري بناره. ودنيتك وشبابك يا ورده، وابوك الغلبان اللي محتاج لك واكل عيشك. وجابر، جابر كان اعز اصحابي يا ورده، وزي ما خدت عهد على نفسك انا بناخده عهد قدامك وبنمد ايدي في ايدك لاجل ما نعرف مين اللي غدر بجابر. سايب الشغل سرحان في عادي. الواد ده حريته صعبه قوي يا خير. كل حاجه في الدنيا بتتولد صغيره وبتكبر الا مصيبه الموت، بتتولد كبيره ومع السلامه بتصغر. ما افتكرش انها هتنسى جابر. دي عروسه اترملت يوم جوازها. بكره تلاقي اللي نسيها. على فكره يا خير، احنا لازم نقفوا جنبها ونساعدوها. يا ابني انا شايفك بتدوق قوي على ورده ومش هتسلم من كلام الناس. يا خالي يا خالي قولي، لو فعل الخير يبقى حرام قولي، يمكن انا ما نعرفوش. عشان اريحوك سيب لنا بقى فعل الخير وانتبه انت لشغلك. يلا الورديه هتغير عشان تقبض الشاهدين. اغفر المحضر في ساعته وحينه بمعرفتنا نحن محمود عبد الفتاح وكيل النائب العام وقيادة الجريمة ضد مجهول. بغمض عيني على صورتك 40 يوم من سبق بسواد الليل. وعد من قلب كوى يوم فرحته وعيون بتبكي بدل الدموع الدم. ما حيدالي بال الا ما اعرف مين اللي قتلوك واخد بطاري منهم. وحيد الله يا بنتي. لا 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 الحال ده ما يرضيش حد ابدا. انت بالشكل ده هتموتي نفسك يا ورده. النار كل ما ده بتقيد فيا يا بابا. واخرتها يا بنتي؟ مش عارفه ورده. اذا كلم عز عندك ادخل اغسلي وشك ونامي ومن بكره تنزلي الشغل. ازيك يا ست ورده؟ الحمد لله على السلامه. تشكر يا دحروق. الحاج سلطان بصبح عليكي وبعت لك البضاعه دي. بمناسبة ايه؟ الحاج سلطان ما بيشتغلش في اللي بنبيعوه. لكن بعتلك من اللي بتشتغلي فيه. فين الفاتورة؟ لا ما بعتش فاتورة. يبقى البضاعة دي ترجع مطرح ما جات. يلا. وانا مالي استوردة والله، ده انا عبد المأمور. طب غور من وشي وروح قول للمأمور بتاعك ان انا ما طلبتش احسان. طول ما فيا دراع مش هنمد ايدي لحد ابدا.
ومش هنخلي حد يقول ان ورده انكسرت بعد موت جابر. يا بنتي فوق نفسك بقى، جابر كان ليه علاقات بناس كتير احنا مش عندهم علاقات وناس. ناس مين يا حاج؟ ما تتكلم. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. ليه بس يا بنتي هتخليني اتكلم؟ اتكلم يا حاج، ولو عارف حاجه اقولها. انا خايف عليك، اللي قتلوا جابر مش واحد ولا اتنين ولا عشرة. لو الف راجل ان يقدهم ودم جابر مش هيروح هدر، بس انت دلني عليهم يا حاج. يا بنت انا خايف عليك. ما تخافش، اني وردة مفتحة، عشان كده خايف لحد يطفك. دي سكة ضلمة، واللي بيحاول ينورها الخفافيش اللي معششة فيها ما بتسيبوش. واني اللي هيقرب مني هيلاقي ضوافري في زمارة رقبته. لازم حد يطفك يا وردة. أنا بعت لك يا سعادة لما حسيت إن الفار لعب في عبي. ليه يا وردة؟ إيه اللي حصل؟ خالك. خالي؟ ماله؟ قلبي حاسس إنه عارف حاجة ومخبيها عليا. هيكون عارف إيه يا وردة؟ ده الحاج سلطان ده طيب قوي. كلامه معايا ما يطمنش يا سعادة. وردة، بلاش سعادة دي. أمال تحب نقول لك إيه؟ ما تفهمينيش غلط يا وردة. جابر كان عز أصحابي، وأنت عارفة كده كويس. عارفة. بس اللي مش عارفاه ايه هو اللي في دماغك. انت يا ورد، لحم جابر وعرضه امانة وطوق متعلقين في رقبتي، واني اولى بيكي من اي حد. ودم جابر اللي لسه ما نشفش. احنا طول ما احنا متعاتين وايدينا في ايدين بعض بالحلال هنوصلوا للي احنا عايزينه. لحم جابر وعرضه اني نعرفه نصنوه كويس. أنا عارف إن كلامي جه كده خبط لازم، لكن أنا كده اللي في قلبي على لساني. وعلى العموم أنا هنسيبوكي تفكري. طار جابر في كفة وحياتي في الكفة التانية. يا مرحب يا مرحب يا معلم. تفضل. يزيد فضلك يا مدبولي. أمال وردة فين؟ نايم. أحسن برضه. خير يا حاج؟ خير، اللهم اجعله خير. أصل الحاج سلطان الكبير زارني امبارح في المنام وكان لابس أبيض فأبيض وهتبني. قال لي واخرتها ايه يا سلطان؟ العمر بيعدي، والفلوس المتلتلة اللي عندك اللي كسبتها بالحلال هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ وبعدين؟ بعدين اختفى. لكن الشيخ علي امام الزاوية فصل لي المنام ده وقال لي لازم تتجوز. عين العقل. اللي زيي ما يحبش البهدلة، لازم ياخد واحدة بنت اصول تصونه وتصون شرفه وهو غايب عنها. محدش قال غير كده. عشان كده أنا جيت لك برجلي. مش فاهم. أنا جايب نفسي عشان تحط إيدك في إيدي ونقرأ فتحة وردة. فتحة وردة؟ إيه؟ ما شرفتش يا مدبولي؟ وردة بنتي وأختي وهتبقى مراتي. كلام إيه ده اللي بتقوله يا معلم؟ أهلاً يا وردة. ده بعد موافقة عم مدبولي وموافقتك طبعاً. والمحبة دي بانت ليه بعد موت جابر؟ ولا لون السواد خلاني احلى من الاول؟ لا، الحكايه حكايه اصل، والشده اللي انت فيها بينت اصل. انا هنسيبك تفكر. استنى يا معلم، خد رفضي معاك وانت مروح. انت غلطت في العنوان يا معلم. ايه رايك يا مدبولي؟ ورده بتتكلم صح؟ جابر سابني يابا والكل طمع فيا. ليك رب اسمه الكريم يا بنتي، واذا كان على شغلي معاه حاسبهوله. واللي خلقني يا بنتي مش ممكن ينساني. ما انا يابا قلت لك اقعد وارتاح. يا بنتي انا مانيش بتاع قعاد في البيت، وكل معلمين المينا يتمنى الشغل معاهم. يلا يا حبيبتي ادخل ارتاح. يلا.
صباح الخير يا ولد. هيجي منين الخير يا سعاد؟ ليه كفالة الشهر؟ تاني جاي ومتعشي بالخير. روح اسأل خالك. خالي برضه؟ يا ستي قلت لك ما يهمكيش، ده راجل طيب، شيليه من دماغي خالص. يشيلني هو من دماغه، ده عايز يتجوزني يا سعاد. عايز ايه؟ يتجوزني. صحيح اللي سمعته ده يا خالي. سمعت ايه؟ انت طلبت ورده للجواز؟ وفيها ايه؟ طب وكلام الناس؟ اللي عملته ده عين العقل. ورده بنت لسانها طويل وعقلها بيوش وعاوز الراجل يشكمها وقت اللزوم. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خالي؟ كلام الناس العالين، ومش عاوزك تتكلم في الموضوع ده تاني خالص، فاهم؟ ايوه بس انا اصلي خلاص. اللي عملته معاك يا مدبولي تخرجني من بيتك وقف يا ام رعيش. ده بيت ورده يا حاج، وانا سبتها تقول رايها زي الشرع ما قال. خش. البضاعه اتشونت والشحن ان شاء الله بكره في الفجريه. على بركه الله. وانت يا مدبولي حصل خير، انت راجل جدع وطول عمرك من رجالتي، دي عشره عمر. انا نسيت اللي حصل منك ولا ناوي ترتاح. العمر ما بقاش فيه يا حاج، وهو هبقى اقعد في دكان ورده بنتي وهو هنا زي هناك. عشان كده جايب لي الحسابات في ايدك. اعمل لي الريحه يا مدبولي. يا راجل يا راجل، الحاج باقي عليك وانت بايعه. سيبه على كيفه يا دحروك، هنا وهناك واحد. اعمل لي الريحه يا مدبولي، وكفيتك هنصرفها لك وكل اللي تعوزه. كتر الف خيرك يا حاج. الحسابات دي ناقصه يا مدبولي. ازاي؟ الشيك ابو 30,000 جنيه مش متأيد. الشيك استلمته مني من يومين. الله، تلتها متأيد عندك، امال هيروح فين؟ الشيك ده مكتوب عليه يصرف لحامله، وكان في عهدتك بعد ما مضيت لدحروك بالاستلام. دي اخرتها، تسرقني يا مدبولي. انا؟ عيب يا حاج، عيب تقول كده؟ العيب ان انا ائتمنتك وانت تخوني. طب للبوليس. الشيك اللي سلمته المدبولي بتاعي فلوس، فلوس متاخره على المعلم ابو العلا لحاج السلطان. الشيك كان معاه صرفه بعد يومين، رحت سلمته المدبولي ومدبولي اداني الورقه دي ومضى عليها. ايه رايك يا معلم سلطان؟ الحق يتقال، الراجل طول عمره كويس معاه، بس فاجئني انه هيشتغل مع ورده بنته، يعمل لها توسعات في المحل ويكبره. قصدك انه صرف الشيك عشان خاطر بنته؟ ما حصلش، ما حصلش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ماما ما تعملش بنفسك كده، لا يجرى لك حاجه. يا بيه يا بيه سلطان ده راجل مجتهد، يا بيه ده عمل كده عشان انا ما رضيتش اتجوزه. بقى يا بنت تصدق ان الراجل الطيب ده يعمل كده؟ ادخل. ايوه يا اللي صرف الشيك واحد اسمه غريب السيد غريب. الحمد لله، اظن يا بيه ده اكبر دليل على براءة ابويا. بس اتضح من البيانات اللي خدها البنك من بطاقة غريب السيد غريب ان صاحب الاسم ده مات من 3 سنين، وكمان قضية تزوير في اوراق رسمية. تقصد ايه يا بيه؟ اقصد ان مدبولي بعد ما مضى على استلامه للشيخ من دحروك راح صرف. لا 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 ما حصلش، ما حصلش. وده بعد ما شال صورة صاحب البطاقة المتوفي وحط صورته مكانه. لا. علشان يبعد الشبهة عن نفسه. لا يا بيه، لا، ده السلطان هو اللي عمل كده يا بيه، حرام عليك. انا ابويا مش ممكن يسرق ابدا، ابويا مش حرامي. لا لا يا بيه، حرام عليك، انت ظالم، حرام عليك. لا حرام. وقد وصل المحضر في ساعته وحده، وامرنا بالحبس المتهم مدبولي عبد الفتاح اسماعيل 4 ايام على ذمه التحقيق. ظلم، ظلم والله ظلم.
وبعدين يا سعيد انا تعبي عربي نهائي من كتر المصايب اللي عماله تحل عليا وما بلحقش افوق منها. يا ناس ايه يا ناس بس رجع كل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل ازاي يا اخويا؟ تتحل ازاي وخلف راكب راسه؟ يا ناس يا ناس ابويا هيروح مني. يا ناس يا ناس ابويا هيروح مني. اذا كان على الفلوس انا هدبرها لك. دبرها؟ ده مبلغ كبير قوي يا سعاد. هتجيبهم ليه يا اخويا؟ اني عشانك وعشان عم مدبولي هنركب السعر. ونسددها ازاي؟ نسدده ازاي؟ نسدد ازاي؟ واذا سددتهم يبقى ابويا طلع حرامي بحقه وحقيقي، ولما انقبض عليه يرجع الفلوس. لا لا يا تعادل، لا يا اخويا، ابويا لازم يطلع براءه. بس انت خليك جنبي، اذا كنت بتهزني بصحيح تعال معايا نروح لخالك نتفاهموا معاه. اصل الليل. اصل ايه يا سعاد ما تتكلم؟ ورد انا عايزه تنسي كل حاجه قلتها لك بخصوص حكايه جوازنا دي. على نفسك لما تقول اتجوز اللي ابوها حرامي ولا تقولك انت وخالك عليا. عيب يا ورد. عيب؟ عيب ايه وزفت ايه؟ هو انت تفهمه بالعيب ولا تعرفه العيب؟ مع السلامه يا سعاد. ورد مع السلامة يا سعادة وكتر خيرك. تحرك فل يا وردة. معلمك فين؟ مأجز له يومين، أصله بعافية شوية. واجب نزوروه، اديني العنوان. ما نقدروش. ليه؟ لازم أسأله الأول. طب ما تسألوه. ألو؟ أمال؟ كله أليستا يا سيد الرجالة. بس وردة هنا بتقول عاوزة تزورك. ندوها العنوان؟ وجب رايحة زيارة خصوصي ولا شغل؟ حاجة ما تهمكش يا خفيف. سيد الرجالة مستنيك الليلة بعد صلاة العشاء. اديني العنوان وخلصني. مؤاخذة يا وردة، أصلي كان عندي ضيوف ومشيتهم على ميعادهم. اتفضل. على اتفضل. يا حاجة أنا جاية لك عشان خاطر أبويا. أبوكي كان راجل طيب، بس مش عارف عامل معايا كده ليه. يا حاج ده المفروض إنك ما تصدقش حاجة زي دي في أبويا. يا حاج ده راجل كبير وما يستحملش ساعة واحدة يتسجن فيها، وأنت بس اللي في إيدك تفك سجنه. إزاي يا وردة؟ تقول لي نيابه انك متنازل عن الفلوس. هتبقى 30,000 جنيه. انا هكتب لك بيهم وصل امانه يا حاج. انت بنت جدعه وعندك اصل، كل مدى بتزيدي غلاوه عندي، من بكره هنتنازلوا عن القضيه. تشكر يا حاج، ده كان عشمي برضه. ولا وصل امانه ولا تياوله. لا وصل الامانه ده عشان ما حدش يتعب. عشان ايه؟ عشان ايه؟ بقول لك هتنازل عن كل حاجه. سواقي كده وعادي. ان شاء الله تعيش يا ربي. يا جمال. كنت فاكرك راجل. انا حاولت اثبت راجل. اوعى اوعى يا حبيبي.
جات لي والشر بنط من عينيها وصممت تاخد العنوان. احنا هنكتبه ليه؟ النيابة تحكم بالحج. اعتقد يا فندم انا ليا صفقة صغار متوفرة لدى الكهنة. شكرا. اتفضل استعد. ايه اللي وداك بيت سلطان يا واد؟ كنت فاكره بني ادم وهيقف جنب ابويا اللي بيشتغل عنده طول عمره. دي جات البيت سكرانه يا حضره القاضي. حرام عليك، كفايه اللي حصل لي، حرام عليك كفايه. وايه اللي خلاها تضربك بالسكينه؟ لما زعت لها على اللي كانت عاملاه في نفسها، فكرتني مش هتنازل عن قضيه ابوها، ضربتني بالسكينه وهي بتجري خبطت الشمعدان وقعته وحصل اللي حصل. مهمنيش الدم اللي بينزف مني، وحاولت اطفي النار اللي مسكت فيها. كذاب كذاب، والله كذاب، والله كذاب. بعد سماع اقوال النيابه والدفاع والاطلاع على ما ورد، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه ورده مدبولي عبد الفتاح بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة حضوريا عن المتهم مدبولي عبد الفتاح احمد بالسجن لمدة 5 سنوات. المحكمة حضوريا عن المتهم ابراهيم فتحي. اللي مصحيك دلوقتي يا وردة؟ اللي بيه صحيني العمر كله. انت لسه بتفكري في سلطان؟ مش بعيد بعد اللي عمله يكون له يد في موت جابر. وفي سجنك وفي سجن ابوكي ورماك زي الطير اللي مقصوص جناحه. ما تزوديش النار اللي فيا. قومي نامي يا ست نرجس. انام؟ ده انا بقالي 6 ايام صحي علشانك انت. عشاني انا؟ من يوم ما جيت هنا حسيت اني لقيت حاجه كانت غايبه عني. معلش. هانت يا بنتي. بخار الغسيل بيقطع صدري. ارتاح انتي. ارتاح؟ انت ناسية ان احنا مساجين وان الراحة مش في ايدينا. انا هعمل شغلك. اه يا Yeah.
عزة دي بنتي كانت ضحية زيك، قدمت الحب كله وتردي لها غدر وخيانة. جوزها ما كانش إنسان طبيعي، بعدين اتحملته فوق طاقتها لحد ما خلاها انتحرت. بنتي الوحيدة ماتت في عز شبابها. لازم يموت، كان 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 لازم يموت. ورد، ليكي حق ترفضي تقابليني يا ورد. ولما انت عارف جيت ليه؟ انا غلطت في حقك يا ورد، بس هيجي الوقت اللي تعرفي فيه ان اللي حصل ده كان غصب عني. يعني كنت عارف ان خالك ظلم ابويا وسكت؟ سكت بفلوسه ولا خوف منه؟ مش وقت العتاب دلوقتي يا ورد، انا جاي نستسمحك ومديلك ايدي. ما انت مديتها قبل كده وصدقتك وما صنتش العهد. انا ما عنديش استعداد نمدوها تاني. عندك حق يا ورد، بس هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجة وساعتها هتعذري. أنا ماشي يا ورد. بالحق عم أبولي بيسلم عليكي. أنت شفته؟ إيه، أنا كنت عنده امبارح وبيقولك شد عيلك هو بخير. يبقى لازم عيان، ده أبويا وأنا عارفاه. هتعيلي بس، الراجل بخير وكل همه انه يطمن عليك. حبيبي يا ابويا، مغلطتش في حاجة. انت عملت اكبر غلطة في حياتك. ازاي بني ادم تسمح نفسك وتزور راجل سرقني؟ ازاي جالك دم وتزور البنت اللي حكت بتقتلني؟ دي كانت بتدافع عن شرفها. ايوه ايوه، اظهر على حياتك، اكشف ورقك، لكن ده بعدك. معلم سلطان ابو خميس عاش طول عمره سلطان ابو خميس وهيفضل سلطان ابو خميس. واذا كنت خدت لك عمليتين ثلاثة لحسابك لازم تفهم انني فوتها لك بمزاجي. لا مهما كانت الحال، ابن اختي والخال والد. خلاص خلصت كلامك؟ مش عاوز اسمع منك ولا كلمة. اتفضل استنى، مش عاوزين نسمعه مرة تانية انك هوبت ناحية الناس دولة. لا احنا من طبهم ولا هم من طبنا. اتفضل. مش اشوف ورده بنتي يا بيه. يا مدبولي ده قانون، مش ممكن ابدا. اعمل معروف يا بيه، ده الطلب الوحيد اللي بطلبه منك. انا حاسس ان اجلي قرب ونفسي نفسي اشوف بنتي ولا مره واحده. مفيش اي قانون يخليني اعمل حاجه زي كده.
يعني مفيش أمل؟ خلاص كتر خيرك يا بنت. تعال يا وردة تعال. نعم. هتخرجي تشوف أبوك. أبويا يا وردة. روح يا حبيبتي روح يا مرة. أبويا 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 رد عليا يا أبي رد عليا ماما رد عليا يا أبو كلمني ما تنسينيش أبويا رد عليا. هو كان نفسه يشوفك قبل ما يموت. عايزك تنسي أي حاجة قلتها لك بخصوص حكاية جوازنا دي. الدنيا دي كلها تلغيني عنك. بص يا وردة الورقة دي فيها عنوان حطيها في عينيك. خدي ويوم ما هتخرجي بالسلامة هتلاقيني في انتظار. على السلامة يا استهانة. كانت غيبة طويلة يا استهانة بس السنين ما غيرتش منك كتير. ولا انت يا سلطان. كفارة على الزمن الوحش. يا ريت كنت قلتي لي يا استهانة كنا نديله بدالك ولا كنا نبعت حد من صبياننا يتوهوه يخلصوا منه. أرجوك كفاية. مش عايز أسمع سيرة الموضوع ده تاني. طب ما يلزمش ايها الخدمه تاني. متشكره اذا عوزتك هبقى ابعت لك. عن اذنك استهان عن اذنك.
وردة. ست نرجس تعالي يا وردة، اطلعي يا حبيبتي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا استنرجس. انت مستغربه؟ بصراحه يعني انا كان لازم اقول لك اني غنيه وعندي وعندي وعندي. كفايه انك هتكوني عندي. اطلع يا قسطى لو سمحت. بعدين بقى انا مش قلت لك يا ماما 100 مره بلاش حكايه المرايه دي؟ ده ما تشيليش هم وخلاص هيروح. المرايه دي ما تمسكيهاش تاني. هي حبيبتي امنت ليكي عندي حته دي المفاجاه. اغمض عينيا؟ لا 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 دي مفاجاه لازم تفتحي لها عينيكي قوي. بس توعديني انك تمسكي اعصابك علشانك وعلشان. ايه هي المفاجاه دي؟ انت تعرفي هو سبب المصايب اللي دخلت السجن؟ هو اللي عرفنا على جوز بنتي؟ انه عارف عنه كل حاجه.
طب ليه ما قلتليش؟ كنت عايزاني ازودك هم على همك. بس ما افرض انك عرفتي، كنت هتقدري تعملي ايه وانت في السجن؟ كنت هتريحيني، كان ممكن اخسرك، واحنا الاتنين محتاجين لبعض. كفايه عليا انك هتعوضيني عن احلى كلمه في الدنيا، كلمه ماما. انا كمان ربنا عوضني باحن ام في الدنيا يا حبيبتي. ام حبيبتي يا بنتي. دلوقتي بقى هنبدا سوا مشوارنا مع السلطان. عندي عرايس للجواز، اللي كانت عندي راحت بسببك. اتفضلوا يا رجاله. بنت اختي كانت عايشه بره وجايه تقضي معايا يومين. البلد واهلها منورين بست الكل. ميرسي. اتفضل يا معلم، اتفضل. ايوه، ايه الحلاوة دي كلها يا استاذ عادل؟
نيابة جوزي وابو العيلة اللي معاه ده بتاع الفراخ اللي يوم استلمها جابر قتلوه. دلوقتي بس اتأكدت ان عادل له يد في كل اللي حصل لجابر. دلوقتي تصرفي اي تصرف يضيع كل اللي عملناه. مفيش حد فيهم شك ولو للحظة واحدة انك وردة. انا مش عايزاك تدعي لي. ايه الحكايه؟ انتوا شايفيننا وقاعدين تتكلموا؟ بقولك ايه يا سي نرجس؟ ما تيجي نكملوا السهره بره عشان نحتفلوا بست الكل نورتنا. تقعد مع صافي انت يا معلم. اتفضل. اهلا. انت اسمك ايه؟ اسمي سلطان ابو خميس. ابو خميس ولا ابو جلام؟ حلوه، دمك شربات. بقولك ايه؟ ما تيجي نعزمكم بكره نفرجوكم على اسكندريه وناكلكم اكل سمك معتبر على البحر. بس انا مش فاضيه بكره يا معلم. خليها بعد بكره. يمكن. شربات. راحت بسلطان قاعد هنا وسيبنا لوحدينا. يا خبر. اتفضل يا معلم اتفضل. تشكري. اتفضل. وراها راية. عاوزين مني ايه؟ قاعد لوحدك ليه؟ اصلي ما بحبش الدوشة. شكلك رايق قوي. وانت جميلة قوي. زيادة عن اللزوم. ميرسي. عن اذنك. جيب البحلاقي ليه؟ سامحني يا بطة وجابر، أنا خرجت عن توبي لأجل ما وفي الدين اللي عليا وانتملكم، وعهد عليا ان محد حيمس شعره مني ابدا ابدا. شربي حلوه. ما بشربش يا سوسو. سوسو حلو قوي من فم جديد. يسلم حنكك. عجبتك قوي. حتة سمك بقى الجنة. ما باكلوش يا سوسو، كل انت. طيب تاخدي كبرياح تجنن. ما بحبهاش يا سوسو، كل انت. مليانة بطارخ دي. ما بحبهاش. طب كلي جمبري. ما بحبوش، كل انت. لا بتاكلي ولا تشربي وعمالة تبصي لي. انت متضايق اني ببصلك؟ خلاص يا سيدي هخبي عناي. لا بصلي بصي وانا بديك الساعة لما صفنا زهان انتبه حلق فيا. لا انا هناكله ولا هنشربه الا مرة بتبصلي كده ليه؟ ايه في حاجة غلط؟ لا ابدا ابدا. يوه يعني في حاجة غلط ولا علشان؟ خلاص يا ست من بكرة هنبقوا على فرانك على آخر. برافو يا سوسو. يا سلام سوسو دي هتجنني. سوسو دي. بعدها معاك يا صافي. في ايه يا سوسو؟ حلوه طالعه من بوك زي الشكل. يا ريت كمان تبطلي بحلاق فيا. اصلي معجبه بيك. لا اذا كنت معجبه بحلاقي على كيفك. بس يا خساره. ايه مش لاقي عليا الافرنكه ده؟ لا لا بالعكس ده انت زي القمر كده.
بس اصل كلها كام يوم ومسافره راجعه تاني. ليه حد يزعلك هنا؟ لا ابدا، بس اصل فلوسي وحاجتي وبيتي وكل حاجه هناك. هنا موجود زي واكتر كمان. اصل بصراحه ما اتعودتش اعيش مع حد. هلا ويا نرجس حنم دي هتبقى حد؟ هي مش خالتك؟ اه طبعا، بس انت عارف الواحد برضو لما يكون عايش لوحده بياخد حريته اكتر. بيتي تحت امرك، فيلا ان ايه؟ بس انا بقى زي الفريك ما احبش الشريك. جبتلك بيت لوحدك ساعتها بقى افكر اقعد. انا قدامي فيلا للبيع، انما ايه من بكره اشتريها لك. ايه ده من غير ما اشوفها؟ انا تحت امرك، انا خدوك تتفرجي عليها. طب اسمع، انا عندي فكره. اه ايه رايك انت تديني الفلوس وانا انزل ادور عليها بمعرفتي انا وطنط؟ وانا شكايتي تحت امرك. بس بشرط الفلوس دي سالف لغايه ما تيجي فلوسي. سالف ده ايه؟ ما بين الخيرين حساب. اتفضلي. ميرسي قوي. ما تيجي تعلمين الرقص. خليها لما نبقى لوحدينا في بيتي الجديد. مش ممكن، ازاي اوافق على انك تقعدي في بيت لوحدك؟ يا امي يا حبيبتي، هو مش دخل ابويا السجن ظلم عشان 30,000 جنيه؟ انا بقى دفعتهم له بحكايه الفيلا دي 300,000 جنيه. مش كفايه ده مال الدنيا كله ما يسواش ليله واحده في سجن انسان مظلوم. يا امي يا ست الكل، مين اللي قالك ان انا هشتري بالفلوس دي فيلا؟ وبعدين هو معقول؟ هو في بنت تستغنى عن امها؟ مين هيحميني؟ هلاقي فين الصدر الحنين اللي يضمني ليه وقت الشده؟ حبيبتي امي. نعم يا روحي. انا عايزه اقابل عادل. عادل قريب سلطان؟ لو وصلت لعادل هيبقى ده الكارت الكسبان. ورده، واخره اللي بنعمله ده يا ماما هتدخل السجن تاني وتضيعي اجمل سنين عمرك. ايه رايك لو نسيب ده كله ونسافر وربنا هو اللي ينتقم؟ امي انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت؟ بقى ان احنا مش ممكن ننسى ابدا اللي اتعمل فينا. عندك حق. هتقابلي عادل ده ازاي؟ انا هعرف اوصل له ازاي؟ والله يا فاروق بيه انا عملت اللي عليا في الشحنه دي والباقي على ربنا. البركه فيك برضو يا ريس عادل. ما تقلقش يا سعاده الباشا، كله هيبقى تمام وقسط باذن الله. بإذن الله. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا سعادة الباشا. الميله منوره يا ست هانم. انت بتشتغل هنا؟ ايه اللي بنشتغل هنا؟ طب اطلبي كده ايتها خدمه وشوفي هنعمله ايه؟ ميرسي قوي، اصل طنط بتخلص اجراءات عربيتي اللي جايه من بره. ما تنعيش هم الموضوع. الناس هنا كلهم حبايب. مالك يا ست هانم؟ انا اسفك. طب اكلمك ولا اشوفك ازاي؟ خد ابقى كلمني في النمره دي. ايه الحكايه؟ مستنيه طنطتها وبعدين تبص لي وتبحلق فيا وتروح معيطه وسايباني وماشي. ايه يا ست هانم؟ ايه؟ اوعي تنسي اول ما تقابلي عادل تقولي له انت شبه المرحوم جوزي بالظبط. عينيك
شنبك شعرك. كنت بفهم من عيني هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم. بعدين لما تقابل سلطان تقول نفس الكلام، فاهمه؟ طيب يلا. انا بقى دلوقتي سلطان، وريني انت هتعمل ايه. استنى اهو. خالد جوزي كان شبهك بالظبط. كملي عنك. وحش مش كده حبيبتي؟ طب ازاي مش كده يا ورده؟ اقنعيه اقنعيه يا ماما، يعني قولي الكلام. الو ايوه مين؟ لا النهارده مش هقدر. لا قلت لك مش هقدر النهارده. انا ساعدتك في حاجه يا سفيره سالم؟ طب 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 ما تزعليش. الف سلامه ليك. نشوفك بكره. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. برافو عليك. تعالي بقى اقعدي عشان افهمك ازاي تكلميه. انا مش عايزاكي تكلمي بالطريقه اللي انت عملتيها. انا جوزي ما حدش ماما يعمل كده. لازم تكلميه بطريقه. لا 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 خليكي انت، انا اللي هرد عليك. وبعدين معاك الراجل انت. مين؟ لا او باردون، انا اسفه قوي. اه موجوده دي واحده. الله لا. ايه الحكايه؟ هو انت كل ما تشوفيني تعيطي؟ ارجوك ارجوك ما تحاوليش تفكرني. افكرك بايه؟ ارجوك تصحيني عشان اقدر احنا كمان نصرحوكي باللي حصل لي من ساعه ما شفتك. اللي حصل لك انت ولا اللي حصل لي انا؟ انا اللي غلطانه. انت ايه؟ صعب 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 ان انا اطلب منك انك تكون بديل لواحد تاني. تقصدي ايه؟ أنا من ساعة ما شفتك كنت جددت فيا ذكرى السنين اللي عشتهم في لبنان. أول ما شفتك كنت عايزة أجري وراك وأقول لك رجعت لي تاني يا خالد. خالد؟ خالد مين؟ جوزي جوزي اللي مات في بيروت. ياي شنبك شنبك شنبك. ماله شنبك؟ زي شنبه بالظبط بالظبط. صوتك شعرك كلك على بعضك زيه بالظبط. آه يا حبيبي يا خالد، ده كان كل ما يبص لي من غير ما يتكلم كنت افهم هو عايز ايه بالظبط. قد كده كنت بتحبيه؟ قوي قوي قوي. وانت كمان بتفكريني بواحده فكرت في يوم الايام ان انا متجوزها. الله يمسيها بالخير بقى، ولا الله يرحمها ان كان ماتت. لا ارجوك ما تحاولش تبرر حكايتي بحكايه زيها. انا ما بطلبش منك حاجه ابدا. والله ده انت حاجه تانيه خالص. ده فرق السما والارض. داني من ساعة ما شفتك وانت خطفتي قلبي. تتجوزيني يا سحناس؟ بتقول ايه؟ بقولك تتجوزيني. بيقولوها لك بالاسكندراني وباللبناني لو حبيتي. انا من ساعة ما شفتك وانت لخبطتي كهالي وشقلبتي عقلي كله. قلت ايه؟ افكر. جري يا ست، كل من اقعدوا معاك يبقى حلقي فيا. كمان بتعيطي؟ أنا جوزي خالد الله يرحمه. الله يرحمه. يا شنبك ماله شنبك؟ زي شنبه بالظبط. يا حواجبك حواجبك زي حواجبه بالظبط. كل حاجة فيك صوتك كلامك كل حاجة فيك زيه. لا في حاجة فيا لا يمكن تعرفيها ولا يمكن هبقى زيه كمان. إيه هي؟ مش هقول. لا أرجوك لازم تقولي. بنحبك. ما دام شبه كل حاجة ما نقرب الوصال بقى. ازاي؟ نتجوزه. نتجوزه؟ اه. الو 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 مين بيتكلم؟ أنا عادل يا روح قلبي. معقولة؟ بقالي أسبوع عايش على نار وأنت لسه ما ردتيش عليا. لسه ما فكرتيش. سيبني كمان يومين. لا 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 بكرة مش هقدر. ابقى كلمني بعدين. انت بتكلمي مين؟ ده واحد قريبي كان عايز يشوفني لما عرف ان انا رجعت، بس انا ما رضيتش عشانك. قريبك مش قريبك، انا هنقولها لك كلمه زي ما قلتي لي. انا زي الفريق ما بنحبش الشريك. انت هو بالظبط هو بالظبط. انا كنت بهرب منك عشان اهرب من نفسي، ما حبيتش انك تكون بديل لواحد لمجرد انك
معنى واصل منك، لكن انا ما يهمنيش، المهم عندي انني معاك بشحن ولحم. طب انا عايز اتفسح بالهنش في البحر. عندي عروسه البحر بكره وهنسقوا السمك شربات. انت اللي شربات. انت فاجئتني بطلبك يا عادل. عموما ده يتوقف على شعورها ناحيتك. ايوه يا فندم، ما انا كلمتها وهي قالت لي انها هتفكر، بس انا اللي مطمني اني شبه. شبه مين؟ خالد. خالد مين؟ المرحوم. مرحوم مين؟ جوزها اللي مات في بيروت. لا 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 عرجوز، بلاش السيره دي، احنا ما صدقنا انها نسيت. ما هو احسن برضه لما تنسى. وحضرتك هتطلعي تسأليها دلوقتي؟ ده هي أصلها مش هنا، دي خرجت رحلة في لانش اسمه إيه يا نرجس؟ اسمه عروسة البحر. عروسة البحر. بتعيطي ليه بس؟ أنت فاكرني إيه؟ إذا كنت فاكر عشان شوية الهدايا اللي قبلتها منك والحاجات اللي عملتها لي ممكن تطولني بالسهل، لا. يا بنت الحلال، هدايا إيه وكلام فارغ إيه؟ كل الحكاية إنك معتشة بنفوخي وأني بريدك. لا، لو جبت لي مال قارون كله وبالحرام يبقى عمرك ما هتطولني. يا بنت الناس، أنت معدنك طيب وكل مادة بتدي غلاوة في نظري، وعشان كده أنا بقول لك دلوقتي إن أنا بريدك وبالحلال. نعمله الفرح الخميس الجاي. قبل ما اعرف ردك على طلبته منك، انا عايز اعرف تفسير اللي شفته ده. شفت ايه؟ شفتك مع خالي. قال انه بيحبني وعايز يتجوزني. خالي ده راجل قلعبان، ما بيحبش الا نفسه بس، مش بتاع جواز. انا اللي بنحبك من قلبي يا صافي، ومش ممكن نسيبه ياخدك مني زي ما كان عايز ياخد ورده قبل كده. ورده؟ ورده مين؟ دي حكايه قديمه. المهم انت عايزاني ولا هو؟ انا عايزك انت، بحبك انت، لكن اعمل ايه معاه؟ ولا يهمك منه، انا اللي يرشك بالميه نرشه بالدم. قد كده بتحبني يا عادل؟ وبيع الدنيا كلها علشانك يا حبيبي. حبيبتي مش دلوقتي. دي لسه صاحيه؟ مش جاي لي نوم. ده بكره فرحك على سلطان. مش عارفه هنعمل ايه. بس بصي، انت تقولي لعادل انك هتهربي معاه قبل فرحك على سلطان، بعدين تقولي لعادل يجي هنا 7:15. ازاي بس؟ اذا كان سلطان هيجي هنا الساعه 7، انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ حد يلبس اسود يوم فرحه؟ قومي قومي يا شيخه، غير دوبك لحسن هنتاخر عن المعازيم والفرح، دي هتبقى ليله من قلب ليله وليله.
انا مش هتجوز يا سلطان. نعم بصراحه بقى انا غيرت رايي ونسيت حكايه الجواز دي خالص. ايه اللي بتقوليه ده بقى؟ اللي انت سمعته. ده انا عازم معلمين البحر ورجاله المينا والفرحه قعدته منصوبه. لا لا اكيد اكيد انت بتهزري. هي كلمه واحده من فضلك سيبني عشان تعرف. استني عندك هنا. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عارف الكلام ده؟ كلمي انت ايه؟ انا حبيت واحد تاني وهتجوزه، شاب من سني مش راجل قد ابويا. جاية تقولي الكلام ده يوم الفرح يا علي؟ ده انا مش هخليكي محتاجة لحاجة ابدا. انا ما يملاش عيني الا هو، وبعدين ده من اكبر معلمين البحر. مين ده بقى اللي من اكبر معلمين البحر وانا ما نعرفوش؟ عادل. مين سعادل ده؟ انت لا الظاهر انكم متفقين مع بعض. المره دي انت الخسران يا خالي. ما تكلمها انا بلسان. لما خلاص صافي اختارك يا سلطان. نعم نعم الله عليك يا معلم. يعني ايه؟ والناس والمعازيم، الناس اللي مستنيه سلطان وعروضته. لا الظاهر انك ما تعرفش سلطان كويس. انا اللي عارفك كويس قوي يا خال، وعارف كمان انك ممكن تقتلني زي ما قتلت جابر. وممكن تلفق لي قضية سرقة زي مجبوري، ولا يمكن تحرقني زي ما حرقت وردة. ولما انت عارف كده جاي تقف قصادي ليه؟ عادل طلعه بره. عادل ده اللي فاكراه راجل وبتحتمي بيه يبقى صبي من صبياني. انا مش صبي يا سلطان، انا معلم زي زيك بالظبط. اخد انت بتضربني يا سلطان؟ وقتلك لو حاولت تاخد مني حاجه. يبقى لازم العروسه وخالتها يعرفوا انت مين ويعرفوا هم هيناسبوا مين. قول لهم انت مين يا سلطان؟ قول لهم انك انت الخرتيت اكبر راس في عصابه المخدرات. ايوه انا الخرتيت اللي مدوخ البوليس وراه. انا اللي قتلت جابر لما كان هيكشفني في اكبر صفقه ورايين دخلتها البلد. انا صفي ناس هانم اقتل القتيل وامشي بجنازته. انا بقى يا سلطان اللي هقتلك وامشي بجنازتك. انت يا صافي؟ انا مش صافي، ام عيون خضر اللي الحقد نستك لونهم. امال انت مين؟ انا ورده يا سلطان. ورده؟ انت ورده؟ ايوه ورده يا سلطان. ورده اللي حرمتها من ابوها وحرمتها من جوزها وشوهتها وخلتها تقضي احلى سنين عمرها في السجن. ورده؟ ورده يا عادل، ورده اللي حطت ايدها في ايدك وخنت العهد عشان تعمي عينها عن اللي قتل جابر. جابر صاحبك يا عادل. ايوه لو كنت اقدر اتكلم، لكن الحب ليك خلاني اتكلم. حب؟ أخيرا وقعت يا خسيت. إحنا متشكرين يا هانم على مساعدتك ليهم. حط إيدك على بشار. أنت ميت يا فندم. لا 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 لازم تعيش، لازم تتعذب. رد عليا، لا أرفضش.